عايز اخد رأي الكابتن شريف عبد الفضيل، اللوم على مين النهارده في هزيمة الاهلي؟ هل على اللعيبة وضاعتهم لعدد كتير من الفرص السهلة جدا، ولا على كولر وانه ابتدى تقريبا من نفس التشكيل في ما عدا تغيير كوكا بسبب ان هو تعرض لوعكة صحية صباح اليوم، ولا انت شايف سبب تاني هو اللي ادى لهزيمة الاهلي النهارده؟ ممكن نقول السبب الاثنين، اللعيبه والمدير الفني الاثنين. الاثنين، لان انت يعني ضاعت الفرص دي مسؤوليه وتحديد المدير اللعيبه. الفني في حته، كمان انا كنت عايز اخد رايك كمان في حته هل من ضمن اسباب التغييرات ولا لا، فاتفضل كمان. يعني دلوقتي اضاعت الفرص دي مسؤوليه اللعيبه ولا المدير الفني؟ لا لعيبه. خلاص، يبقى مش كل حاجه هنقول مدير فني. صح، تمام. انا كمدير فني لما بيتكلم جوارديولا قبل كده كان هنري بيسالوه، يعني بيقول لهم جوارديولا بيشتغل ازاي، الراجل ده افكاره عامله ازاي. قال لهم انا الراجل ده مش هي... ما كانش بيمرنا فينيشنج على الجون، دي بتاعتنا احنا. الفينيشنج والانهاء بناخد وحدات تدريبيه بس بتاعتنا احنا، ما بيتكلمش فيها خالص. هو بيتكلم في التكتيك بتاعه، في الاسلوب الاستراتيجي بتاعت الجيم، بدا البيلد اب بتاعت الهجمه، التلت الهجومي هنشتغل فيه ازاي، ازاي الجناحين عندي فاتحين على الخط. ده كلام هنري نقلا عن جوارديولا اللي كان بيحصل لما كان في برشلونه. بالظبط كده. يبقى هنا مسؤوليه اضاعه الفرص هي مسؤوليه اللاعبين ماشي، وامكانيات اللعيبه، لان هي دي اللعيبه اللي ضيعت النهارده، هي اللي جابت الماتش اللي فات. صح. وهي هي اللي جابت واللي بتضيع قبل كده برضه، والمأساه اللي احنا فيها يعني، واستمرار مسلسل اهدار الفرص. تمام. السهله وفي مباراة اصل خلي بالك في الكوره في فرص بتضيع طبعا، بس في فرص سهله ما ينفعش تضيع. يعني النهارده في كورتين في القائم لفريق فلومينينسي في القائم. تمام، دي فرص ضاعت. بس هل اللعيب يسأل؟ لا، عشان حطها صح. لكن فرص الاهلي كانت اخطر حتى من الكورتين اللي جم في القائم، واسهل واسهل. خلاص، ده يا دوبك توجيهات. وبعدين بنتكلم في فيرستاو، طبعا نقول كهربا مش مميز قوي في ضربات الراس. فيرستاو مميز يعني بيجيد ضربات الراس. هنا هنتكلم في حاجه تانية. اولا لما كنت معاك امبارح امير اتكلمت في ايه؟ قلت لك الفريق عمل ماتش كويس قدام الاتحاد، فمحتاج على الاقل خالص تغييرتين، مش هقول لك اقصاها تغييرتين. راحت محمد هاني زي ما كابتن وائل اتكلم، احط اكرم، انا محتاج حته دفاعيه كويسه ومعايا هاني يبقى بديل احتاجه في الحته الهجوميه، مفيش مشكله خالص. تمام، عندي اتنين اجهدوا في نص الملعب، واحد زي امام عاشور كان بعيد فتره ورجع. تمام، وعندي كوكا اول مره يشارك. صح كده، وكان برضو بعيد عن المشاركه ولعب ماتش كامل وكان هايل زيه زي امام. صح. فمحتاج اريح واحد من الاثنين. خلاص، وانا كنت بفكر في كهربا، بس انا ما كنتش عايز اكتر من كده، مش اكتر من تغييرتين هيبقى كتير على تغييره الفريق ككل. انما اتنين تعمل حيويه للفريق، لان انا مجهد. وديك شفت مثلا النهارده كهربا بيحاول، بس مش كهربا، مش قادر. طول ما عمل بصراحه مجهود كبير برضه في ماتش اتحاد جده. ما انا بقول لك كلهم بصراحه ما فيش لعيب النهارده. محمد عبد المنعم بيعمل مصباص، الوحيد اللي واقف ورا على رجله هو ياسر ابراهيم. ممتاز، بيأدي اداء روعه النهارده. ممتاز. خلاص، علي نفس الفكره، قلت لك علي، بس علي عنده خبرات فهيقدر يوظف خبراته بشكل كويس. وهيقدر يعمل بالانس بين النواحي الهجوميه والدفاعيه. النهارده علي معلول النهارده كل باص بيجي له، انا عديتهم لك واحنا بنتفرج على الماتش، خمس ست كور، الراجل اللي في رجله الكوره يستنى لغايه لما الراجل الجناح اللي عند علي يضغط عليه، وبعد كده يحط له الكوره في رجله. علي يعمل باص تخبط في رجله تطلع. ده كلها قله تركيز، عدم تمرير سريع، اجهاد بدني. خلاص، انا مش عايز اقول ده سبب من الاسباب، ولكن احنا السؤال انت سالتني ايه السبب من الاسباب، اللعيبه ولا المدرب؟ السبب الرئيسي واحد، اللعيبه. تاني حاجه، هو انا كمدرب لما انا بشتغل، يعني مثلا لما جينا بدانا في بعض الفترات الجيم النهارده عملت ضغط عالي ممتاز. استخلصت الكرة في اجزاء من الملعب وقدرت تعمل الكاونتر اتاك بتاعك. لما عملته كنت بتروح 4 على 3 و3 على 3، فين الاوفرلاب بتاعي لما يا حسين يا شحات، لما علي معلول انت بتشتغل دريبلنج بالكرة، علي معلول قاطع لك، هو مش كل حاجه هخش اعمل ار2. حلو، بس اقول لك على حاجه حتى لو ما احسنش فيها التصرف حسين الشحات، لكن في الاخر نزلت على دماغ كهربا في الست ارض، يعني معاك. هي نفس الفرصه. انا بكلمك في جمل مركبه وتكتيكيه، لعيبه كبيره عندها وعي. لما احنا في جمل بنعملها في التدريب، وكابتن وائل عارف، مهاجمين على مدافعين، موقف دفاعي. صح. 4 على 3، 4 على 2، دي بنشتغلها على طول. خلاص، دي شغل تخصص اسمه كده. لما يجي لي موقف زي ده، خلاص، وانا عندي الناحيه الثانيه بيرسيتاو مكمل كهربا ومكمل علي معلول، كان فاتح سبرنت في واحده من الهجمات. صح.
وعلي انا عارف باك ليفت طالع يعني بيزق يا فلان انا في ظهرك صح طبعا من غير ما بوستك هعملها له صغيره الراجل هيروح هيعملها في العرض جون. انا بتكلم في تفاصيل كوره مش محتاجه تدخل مدرب طبعا ده كلها جمل مركبه بنتمرن عليها في تخصص وفي جماعي. يبقى هنا ده دور اللعيبه خلاص. دور المدرب بقى هو مستر كولر النهارده اتكلم في نقطه مهمه في المؤتمر الصحفي بيقول لك يا جماعه انا سئمت من كتر السؤال عن انتوا ليه كل شويه تسالون عن التغييرات وان هي بتتاخر وان هي امال انا مدير فني امال اسالك امال اسال مين. الفرقه كانت محتاجه تغييرات بدري لان انت عامل ماتش من 72 ساعه لكن هو فكر في الاكسترا تايم برضو. انا معاك بس على الاقل اعمل تغيير او اتنين. انت معاك خمسه انا معايا وبعدين احنا كلنا شايفين ان في لعيبه مش قادره خلاص مش قادره. الباكين عندك مش لا هتنزل كريم فؤاد نزله باك اعمل جبهه مع بيرس تاو وما يبقاش مكان تاو خالص ما يبقاش مكان تاو ما ينفعش يطلع اولا لعيب تقيل طبعا وواقف على رجله والراجل عنده بيروح والناحيه دي خطر هو شغال فيها مش شغال هو شغال. ده كمان دي نقطه تانية تغييراته كمان مش موفق فيها اختياره للتغييرات. امام باين ان هو مجهد يطلع من بدري ما سيبش امام ده لعب الماتش كله ما دي غريبه بالنسبه لي. الناحيه الثانيه كان علي برده مجهد ما فيش علي طلوع علي ما فيش هاني النهارده ما طلعش خالص خالص ما عندهاش نص ملعب تقريبا في الاخر ولما بيوصل ما فيش انتاج خلاص ولا كروسنج ولا من جوه ولا من بره ما فيش اي حاجه ما فيش فعاليه هجوميه خالص. طيب عندك الحته الهجوميه نزلت كهربا طاهر مكان كهربا ماشي دي تغيير ممكن تبقى بدري كمان شويه بدري جدا ما احنا بنتكلم في البدري انت ليه متاخر انت ليه بتستنى دايما للدقيقه حاجه و70 خلاص ده انت كمان دخل في جوه هو انت مستني ما هو اول ما دخل الهدف ابتدى يغير ليه يعني الهدف جه في الدقيقه 70 تقريبا تغيير تمشيط للحاله المعنويه ككل واعمل دعم للفريق على الاقل تمشيطي لان انا اوريدي 95% من اللعيبه في الملعب لعبوا المباراه اللي فاتت في لعيب واحد اللي اتغير اللي هو اكرم فانا محتاج تنشيط للعيبه خلاص على الاقل قفشه نزول قفشه. طب انا هو ديانج عمل حاجه؟ لا عدم نزول ديانج ده ليه ديانج مره واحده بعد عن الفريق يمكن هو ليه وجهه نظر ان ديانج المرحله الاخيره مش في افضل مستوياته ويمكن هو شايف في التدريبات حتى هو في تصريحاته النهارده قال انا بشوف في التدريبات حاله اللعيبه وبناء عليها باخد قراراتي دي ناحيه فنيه دايما بتبقى راجعه للمدير الفني وشايف امكانيات اللعيبه ولكن خلينا نتفق ديانج ده مش لعيب قليل طبعا ولعيب كلنا عارفين امكانياته طبعا. معلش هو دايما ديانج في البطولات الكبيره برضه بيبقى مختلف كاس العالم اللي فات الانديه برضه كان قدم اداء على اعلى مستوى خلاص هو شاف ناحيه فنيه في كوكا المباراه الاولى ونجحت جدا فانا حاسس ان هو قال لك طب ما اجرب في اكرم انا كمان عملت حاجه جديده هنا وعملت طب اكرم على فكره ما لعبش ديفندر يا ده بقاله سنين لما يصاب صليبي بسنه الاولى حتى قبل اصابه الصليبي الاولى كان بقاله سنتين مثلا ده اكتر لعب مثلا ماتش او ماتشين كده كانت الفرقه محتاجه ده ما حصلتش حتى لا مره كده انا فاكر دخل بس في نص الملعب كده خلاص ادي مشاركه اكرم في وسط الملعب برضو دي حتى اكرم ما كانش في حالته النهارده ما يعني خلينا ده طبيعي مطفقة. ونازل مع فرقه كلها لعبه من يومين يعني هي دي ده الشكل العام بتاع يعني نتمنى طبعا يعني الحلول